زي ما قلت انا عايز اعمل الجلو احسن مما هو عليه، احسن من كده كمان. اولا الريد ستروك ده انا هعمل البليند مود اد، وهقول لكم ليه. هنروح على الريد ستروك، طبعا ده كل اللي انا عامله فانا هشيله، وهخليني على الادجستمنت زي ما انا. في الاول انا هحط جلو، ده الوضع الطبيعي العادي، بس المره دي انا هحط الجلو ده ثريشولد بزيرو، تمام. بس الانتنسيتي هحطها قليله جدا، 0.1 مثلا، يمكن اقل كمان من 0.1، والراديوس هرفعه شويه، مش كتير، تمام. يعني حاجة زي ممكن دي كمان بوينت اقل كمان كده، وخلي ده زيرو زي ما هو. الراديوس عشان يبان بس هيبقى يدوب حوالين دي كده. ده كده الجلو الاولاني، وده هنسميه اللي هو نارو جلو. هنعمل كنترول دي للجلو ده، كل هنعمله بس ان احنا هنوسع الراديوس ده سنه كمان، اكتر من كده مش هعمل. يبقى احنا كده عملنا ده هنسميه اللي هو الوايت جلو، تمام. الوايت جلو هقفل ده واقفل ده. بعد كده هحط حاجه مهمه قوي. اولا كل الجلو اللي عمال ينزل ده عمال ينزل على الفا، و مش دي الطريقه الاحلى في الجلو. هنحط افكت تاني اسمه سوليد، لازم اسلكت اللاير وكنترول مسافه عشان اطلع البلجن، وهسميه سوليد كومبوزيت. سوليد كومبوزيت هو بيضيف لون مكان الالفا، بيخدمني اللون ده في ايه؟ انه ما يسيبش تحت دي فاضي، فالجلو يبان ان هو دنس. فده انا عايز اعمله، ان انا هاخد ده يتحط فوق قبل الجلو، بس يبقى الكالر اسود بلاك. بصوا كده شايفين فرق جامد بين الاتنين، تمام. وبصوا هنا كمان لو انا خليت ده 0.1، المره اللي فاتت ده كان ابيض ابيض، لما كان ده 0.1 كان دي ابيض، وحالا اهو هنشوف. السوليد كومبوزيت بيحمي اللاير دي او اللايرز اللي فيها الفا، تمام. جميل. كنترول مسافه تاني، وهكتب اكسبوجر ده عشان اخد برايت جلو. هرفع بس اكسبوجر كده، شايفين عمر ما الجلو ده كان هيجي بالمنظر ده. لو رحنا للداتا كومب هنلاقي الجلو بالشكل ده. طبعا انا عامله اد ليه؟ لان لو عملته نورمال هلاقيه بالشكل ده. اللي عمل الحركه دي السوليد كومبوزيت، السوليد كومبوزيت هينزل لير سودا مكان الالفا، فانا عشان اخلص منها بحطه في سكرين مش هتنفع، هحطه باد بالمنظر ده. انا هاجي هنا وهخلي دي نورمال خلاص، عشان اجي هنا والاقي الدنيا مظبوطه. نفس الحركه هاخد الادجستمنت دي هشيلها، وهاخد نفس الادجستمنت دي كنترول سي، وهروح هنا كنترول في بالمنظر ده. يمكن ده محتاج انتنسيتي اعلى، لان هو رفيع قوي، فالانتنسيتي دي قليله، او بدل الانتنسيتي ممكن نقلل الراديوس. ممكن اخد الراديوس ده كده شويه، والراديوس ده اخده كده شويه، والاكسبوجر
يعلى شويه. زي ما انتم شايفين ما فقدناش اللون، تمام، يعني احنا ما فيش فقد للون. لو رجعت هنا هلاقيها اسود اهو، هو ده. هاجي هنا للبلو ستروك واقوم جاي مديله ده. بص خلي دي طريقتك في انك تعمل الجلوز. طب تمام كده جميله قوي والدنيا زي الفل. انا عايز بقى الستروك اللي فوق ده يبقى اتنين، يعني يبقى واحد برتقاني وواحد واخد الكالر ده كده. طب دي هعملها ازاي؟ مش ده السيبر اللي هو البلو لايت؟ اولا انا عايز دي هعمل لها انيميشن. الانيميشن عايزه يبدا من اول هنا كده، تحديدا من اول من فريم 140. تمام، ده كده خلاص البلو. هنعمل كنترول دي. قبل ما نعمل كنترول دي احنا خلاص عرفنا من فريم 140، فانا هروح هنا تمام وهشوف انا عايز ده لغايه نص حرف الاكس، يعني من هنا كده، و هروح هنا وافتح سيبر واروح عند الستارت اوفست والاند اوفست. اولا الستارت اوفست لو زودتها كده فانا هبدا تقريبا من اول 50% من اول هنا، ودي هسيبها، او الاند اوفست هسيبها 100%. لو قللتها فانا هسحبه كده تمام، فانا هسيبها 100%. كنترول دي وهنعمل انتر وهنسمي ده اورنج لايت، والاورنج لايت ده هنديله اورنج كولر. وهنيجي في البلو، اسف، في الكور سيتنج، وهخلي الستارت اوفست افتكر هخليه زيرو، مش زيرو انا هرجعه 50، بس الاند اوفست هي اللي هتبقى 50. تمام، ممكن احنا نعمل حاجة حلوة قوي، ممكن نيجي على هو انا مش عارف هل ده لو عملت دوبلكيت لنفس الافكت هيقبل ولا لا. لو رحت في ريندر سيتنج افتكر هيقبل. في الكومبوزيت سيتنج انا ممكن اقول له اد، تمام، بس انا مش عارف هو ده مظبوط ولا لا. ما اروح هنا، اروح للي فوق، اللي تحت، اللي تحت لغى اللي تحت لغى اللي فوق. فعشان اعمل الافكت ده واضح ان انا خليه ترانسبيرنت، او مش عارف خليه بلاك، لا مش هيفرق اي حاجه، ترانسبيرنت مش مشكله. بس عايز اوريكم ان ممكن اروح في ديستورت وافتح كور ديستورشن، ولو انا عملت دي كده ممكن اخد ديستورت للكور بالشكل ده. ممكن ارفع النويز كومبلكستي و الويند سبيد، يعني في شوية حاجات ظريفة ممكن تتعمل في الافكت ده. لكن هروح للجلو ديستورشن وهعمل ديستورت للجلو. الديستورت ده بيعمل لو زودنا الويند سبيد وطلعنا فوق والجلو سبريد زودنا شوية، نزود النويز كومبلكستي، الويند سبيد زي ويند، زي تحس ان فيه
حركة حلوة قوي في الجلو، فانا هسيب، انا هسيب الحركة دي تمام، لان هي هتدي افكت ظريف قوي في المخرج النهائي في الاخر. طب كده خلصنا من الاتنين، هنانيميتهم ازاي؟ نرجع ل فريم 140، وانا كل اللي انا هعمله بس ان انا هحرك الستارت والاند. دي زيرو، والاند اوفست مظبوطة عند 50. انا كل اللي هعمله ان انا هحرك في ده الاند اوف، يبقى انا هعملها زيرو كده وكليك، وهمشي لغايه ما تبدا هنا كده، و هتبقى دي 50. عايز اديها سنه كده، دي 55 تمام. هنيجي لده، ده احنا نشتغل على الستارت اوفست. الستارت اوفست افتكر هي لازم هترجع لورا شويه، هترجع برضه عند 55 تمام. فهنا هتبقى 55، ونضغط يو على اللير الاولانيه، ونرجع يو هنا كمان، وارجع كده، وهروح للستارت وهخليها كده. يبقى كده لو احنا ضغطنا حرف البي عشان نجيب البيجين بوينت وعملنا زيرو، هنلاقي الافكت بتاعنا ماشي كده وباين كأنه معمول في سينما. هو ده محطوط في الافتر، بس عشان احنا عندنا الكوردينيت او عندنا الاحداثيات بتاعته من الاكسترنال كومبوزيتنج من سينما 4D. جميل، تمام. وان يكن انا عايز اخلي ده كمان يحصل يبقى فيه الجلود تاني، يبقى محصل. طيب لغاية كده الدنيا زي الفل. انا كنت حاطط في البرومو، كنت حاطط زي سباركس او زي شرار تمام، زي ما انتوا شفتوا، وكنت حاطط لينس فليرز. انا عايز احط هنا برضو شوية حاجات غير كمان ان انا كنت حاططها في الصور اللي انا رفعتها. يعني على سبيل المثال عايز احط لينز فلير يمشي مع دي مثلا، فدي علشان احطها وليكن انا هاجي هنا، انا اولي عند دي، فانا هاجي اعمل layer new solid، ودي هسميها OF اختصار ل optical flare، وهاجي هنا وهكتب optical flare. طبعا كل الكلام ده زي ما قلت محطوط لكم في options. طبعا optical flare في حاجات كتير قوي في options، في هنا شوية presets تقدر تختار منها الفلير اللي انت عايزه، في بريسيتس كتير، وهي نازل لها اصلا كمان بريسيتس اكتر من كده. افتكر دي على ما هي عليه كويسه. عايز تغير الكالر ممكن تغيره لو انت حابب، بس انا بفضل يبقى افتح سنه يعني دي ساتوريت شويه، والبلند مود بتاعه هنا يا اد يا اما سكرين، انا عايزه اد، وهعمل اوكي زي ما هو كده، واقوم جاي عامل ده بلند مود اد. عندك هنا البرايتنس والسكيل، ممكن تكبر السكيل بتاعه شويه لو انت حابب.
ولما بتكليك عليه كنترول شيفت اتش عشان ارجع الجايدز، ممكن انك انت تمسحه هنا كده مثلا. تمام، فانا عايز اشوف لان هحرك ده يدوي، ده ما عنديش اي جايد له يخليني احركه، فهحركه يدوي. فتعالوا كده هنمشي بقى مع مع اللاين. فانا هاخد ده كده مثلا وهانيميت البوزيشن اكس واي وهطلع كده، فهو هيبقى هنا. يعني لو جينا نبص هيبقى هنا كده. هنا مثلا هيبقى جه لحد هنا. انا عايز لما يجي هنا بس هنا كده هقوم جايب الفلير ده هنا. تمام، وبعدين هيجي هنا هيقفل على هنا. تمام، لو جينا نشوف الحركة هنلاقي الفلير ده ماشي معانا، بس طبعا هروح لأوبشنز والفلير ده هديله كلر بنفس الكلر بنفس اللون. جميل، حلو قوي. طبعا هيتعمل فلير تاني بنفس هو ممكن هو بس هنعكس اتجاهات الحركة. تمام، من اول هنا هعمل كنترول دي، هضبط كده وهخش في اوبشنز ده وارجع ده لكلر برتقاني تاني. تمام، واضغط يو وهشيل كل دول. وهكي فريم كالعادة بوزيشن اكس واي وهطلع دائم كده، وده يبقى هنا. انا بستنى عند كل كورنر هنا. هنا بقى هضغط يو عشان اشوف احنا كده مظبوطين. احنا كده مظبوطين مع ده لان انا ما كنتش شايف. لكن خلي بالنا بقى من حاجة، ان بين الكي فريم ده هنا اللي هو عند الاولاني ده، انا هنا هحط كي فريم للسكيل والبرايتنس الاتنين مع بعض، ولما اوصل لاخر كي فريم تمام دي بزيرو ودي بزيرو، او مش بزيرو يعني ممكن تخلي دي ب10 مثلا. تمام، والبرايتنس ب50 مثلا.
تمام. ونفس القصة هنا، نفس القصة هنا برضو هقوم جاي حاطط على السكيل والبرايتنس برضو، ده هيبقى مثلا بعشرة، آسف السكيل مثلا بعشرة والبرايتنس بخمسين مثلا، تمام. وهرجع عند الكي فريم اللي قبله اللي هو ده، وهخلي البرايتنس ترجع بمية، انا بس رجعتها من ورا لقدام، والسكيل بمية واربعين زي ما كان. يبقى احنا كده لو جينا من هنا عملنا زيرو، او مش نعمل زيرو، انا بس عايز ارجع فريم لورا، انا كده واقف عند اول اتنين كي فريم، هرجع لورا خمس فريمات، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، تمام. الخمسة دول انا عايز اعمل بس يوم على ده، هعمل يوم عشان اجيب الفريمات، الكي فريمات الجديدة اللي هي السكيل والبرايتنس اللي هما دول. خلاص عايز اجي هنا عند اول كي فريم، ده مية، مية وسبعين، هحط ده بمية وبمية وسبعين، واحد اتنين تلاتة اربعة خمس فريمات قبلهم وهخليهم بزيرو. الفكرة ان انا مش عايز الفليرز دي تبقى طالعة من اولها كده. نفس القصة هنا، هضغط يو، هما كانوا بكام؟ مية، مية واربعين، تمام. يبقى انا طول ما انا واقف، انا وانا هنا هقوم حاطط دول كده، دول بصفر وده صفر، هطلع خمس فريمات، تمام. يبقى ده مية وده مية واربعين، تمام. يبقى كده دول بادئين مش موجودين اصلا، وهيطلعوا جميل، جميل جدا. حلو قوي. فاضل ان انا احط البارتكلز، هنعملها ببارتكلر. بس قبل ما اعمل البارتكلز انا عايز اظبط الكالرز، ان خلاص هي البارتكلز اخر حاجه هعملها. هعمل كنترول الت واي عشان احط ادجستمنت لاير، ودي تبقى فوق الكل، ودي هسميها color balance. وفعلا هحط effect color balance، هو effect ظريف يعني، هو بيخليك تتحكم في الريد والجرين والبلو، في الشادو والميد تون والهايلايتس. العلامة دي معناها بيقولك ان هو لو ضغطت كده بيقولك support 8 and 16 bit بريت شانل، واحنا هنا لو خدنا بالنا شغالين على 32 بت بريت شانل. هو في افكتات فعلا ما بتشتغلش مع 32 بس هو ده بيشتغل. فدلوقتي انا عندي شادو، الشادو انا عايز ايه في الشادو؟ الشادوز اللي هي المناطق المظلمه، فدي انا عايزها رايحه للون الازرق. معنى كده ان انا هاجي على الريد في الشادو واسحب الريد مش كتير، لان لو سحبته كتير هيبدا ياخد من الاوبجكت بتاعي. الشادو في الجرين عايزه سنه بسيطه مش كتير، لان الجرين بيبقى رخم قوي في كده. اما البلو فهرفع البلو بالشكل ده، اصبح كده انا عندي التنت البلو ده. ممكن اخد من ريد شويه كمان بس مش قوي عشان ما يحصلش ده كده، ده الشادو. طيب الميدتون، الميدتون اللي هي الالوان زي دي، الحته زي دي مثلا لا هي فاتحه قوي ولا هي غامقه قوي، فالميدتون انا عايز ارفع الريد فيها شويه، وبرضه ارفع البلو لان البلو عندي كتير، هرفع البلو سنه، والجرين هسحبه، مش هسحبه قوي، لو سحبته هيديني ماجنتا، فانا عايز ارفع الجرين سنه كده، ويمكن البلو هاخده لورا شوية. يمكن اكترهم هو الريد. الهايلايتس واضحة تمام انها ريد، فهرفع الريد في الهايلايتس، والبلو يمكن مش محتاجه قوي، مش محتاجه قوي. الجرين هرفعه سنة بسيطة، تمام. لو قلت ده هتبوظ، تمام.
فده كده الكالر تينت بتاعي. لو احنا كده شلنا ده عملنا ده هلاقي فرق. بعد كده كنترول الت واي تاني عشان احط ادجستمنت. المره دي هحط كيرفز وهحط كيرفز. كل الحكايه هاخد الكونتراست بقى، اسحب الكونتراست واعلي الهايلايتس. تمام، واضح ان انا سحبت الشادوز كتير فهعليها سنه. تمام بالشكل ده. عايز بعد كده احط زي لينز فلير يبقى تحت هنا كده، وواحد تاني يبقى فوق. بس قبل لينز فلير احط البارتكلز الاول. هعمل كنترول واي وهسمي دي بارتكلز وعلى اوكي. هاخدها هتبقى فوق الكل، وهاجي هنا وهكتب بارتيكولر اهو ريد جاينت تركوت بارتيكولر. خلي بالك ماشي، بارتيكولر مش بارتيكل سيستم. هاخد ده واحط بارتيكولر، ومجرد ما ينزل لو انت عايز تشوف ده ايه، لو احنا رجعنا ورا كده وعملنا ده سولو لوحده هنلاقي ده عباره عن بارتيكل سيستم. زي ما احنا شايفين مش باين. تعرف مش باين ليه؟ لان ده اول ما بينزل لو في كاميرا هو بينتر اكت مع الكاميرا على طول. بس طبعا احنا ما نعرفش الكاميرا فين، ما نعرفش الكلام ده كله فين. عشان كده انا عملت النل اللي بيتحرك ده اللي هو اللايتنج انيميشن ده، النل ده. فانا هجيب النل ده كمان، هو النل ده. النل ده بيقول لي ان المكان ده جنب التكست، صح؟ لانه كان بيعمل كده وطالع فوق التكست اهو. هو طلع خلاص اهو، بيجي كده من الجنب ويطلع فوق التكست. عايز اخلي البارتكلز تمسك في النل ده. هعملها ازاي؟ هنروح للبارتكلز ونقول له في الاميتر. الاميتر اللي هو المكان اللي بتطلع منه البارتكلز. هنا بيقول لي الاميتر تايب بوينت. هي فعلا بوينت، انه هيطلع من بوينت. في انواع كتير جدا للاميتر، بس انا البوينت دي انا مش شايف، مش عارف هي فين. فانا هعمل لها لينك مع ده. فانا هاجي كده وهقوم جاي رايح شايف البوزيشن ده كان خلاص، واخده واحطه هنا. بس خلي بالك لو انا عايز النال ده ياخد البارتكلز معاه، يعني هو اللي يخرج البارتكلز طول ما هو ماشي، يعني يمكن انا هحتاج ده او هعمل ده. تمام، فهنربط بطريقه معينه، مش بالطريقه دي. الطريقه دي او طريقه البيكويب دي تنفع لو هربط لاير بلاير، اما لو هربط بارامتر ببارامتر تاني في اوبجكت تاني ليها طريقه تانيه. خلونا نقولها في المحاضره الجايه.